كعدد فردي، أنا عندي قانون، هذا القانون شو يقول لي؟ يقول لي الآتي: عدد المثلثات في شكل المنتظم عندما نون عدد فردي شو يساوي؟ نفسه نون في نون زائد 2 مضروب في 2 نون زائد 1 ناقص 1 ناقص 1. احنا اخذنا لهنا هذا الزوجي اللي عدد مثلثات القاعدة، انقص منه 1 لما تكون نون عدد فردي مقسوم كله على 8. ومثل ما قلنا نقصد بنون بالقانون عدد مثلثات القاعدة. زين، هسه أنا راح أجيب نفس المثال. هنا نون، وينها وينها نون؟ شلون أطلع نون؟ هذا مثلث، هذا مثلثين، هذا ثلاثة، ما لي علاقة بالمقلوب، هذا المثلث المقلوب ما لي علاقة بيه، أباوع على مثلثات القاعدة. هنا نون تساوي لنا 3، إذا 3 عدد فردي أنا أطبق قانون العدد المثلثات في المثلث اللي عدد نون مثلثات القاعدة مالته فردية، بتطبيق عن كل نون أخلي رقم 3 اللي هو هنا عدد 3، وأجري كل العمليات الحسابية. من الشاطر اللي يقول لي 104/8؟ ما راح تقدرون تقولون لأنه الشات مسدود، صحيح؟ عدد 104/8 إذا تقسمه راح يطلع لي 13، وهذا هو العدد اللي أنا طلعته سابقا. لحد الآن أني راح أكتفي بضخ المعلومات لكم، راح أعطيكم حاليا مثال. هذا المثال راح يطلب بي الآتي، راح يقول لي: أي من الأشكال التالية تحتوي على أكبر عدد أو عدد أكبر من المثلثات؟ عندنا أي و بي سي ودي. الفكرة هنا أنا راح أطلع مثلث مثلث، راح أطلع الأي جقد، البي جقد، السي جقد، والدي جقد. لا تتسرع، والمرات ممكن تقدر بالعين المجردة، لكن مهم جدا أنك تتأكد من الحل. خلني بدي ستيب باي ستيب ونشوف شكل شكل. عندنا الأي 11، وينه؟ إذا تتلاحظ هنا عندنا 3، شلون طلعتي 6 3 رأسا؟ طبعا أنا دا باوع عندي مثلثات تشترك برأس واحد، هذا المثلث رقم 1 2 أجمعهم يطلع 3، نفس الشيء هذا المثلث. طيب هاي 3 ب3، 3 3 هاي 6، أجي أجمع الباقيات اللي هم هذني على الأطراف، 6 7، هاي 7، هذا 8، هذا 9، وهذا 10. زين، وانا ال11 هو هذا مثلث الرأس، هذا ال A. طيب البي قايلين هو 7، اذا تلاحظون هذا ايضا مثلث مشترك برأس واحد بغض النظر عن هذني الصغار. ايش قد هذا؟ هذا 3. وين الرابع؟ هذا 4. وين الخامس؟ 5. وهذا 6. وهذا 7. اكو شي ناسيته؟ لا، ماكو شي ناسيته. عندنا 1 2، وهذا الكبير لـ3، 4 5 6، وهذا 7، ذاك 11، وهذا 7. السي 6، هذا كلش سهل، ما اخذ ميدنا اللي هو 1 2 3، 1 2 3 راح يطلع لي السي 6. اوكي، هذا خسران تماما، ما عندي وياه شيء. زين، الدي شويه بي شغل، ابي احتاج منكم تركزون معايا بالدي. الدي أنا عندي هذني المثلثات ما عندي بهم مشكلة، راح أعرفهم، لكن عندي هذا الشكل. هل مباشرة كم مثلث؟ 1 2 3 4. لا، للأسف بعد أكو عندنا الاثنين والثلاثة راح يسوي لي 5، الواحد السادس. أوكي، الأربعة والثلاثة هذا السابع. طيب عندنا الواحد والاثنين هذا مثلث رقم 8 بالإضافة يفوز عندنا هو الفائز الأول، هو الشكل اللي يحتوي على أكبر عدد من أتمنى أنه استفاديت وتونست بهذه المحاضرة البسيطة المتواضعة. لحد الآن إحنا نحاول نطلعكم بشكل سريع على بعض الأنماط اللي تساعدكم بالحل.
السليم والحل السريع لاختبارات الذكاء. حساب المثلثات حقيقة هو محور من نمط كبير، محور النمط الهندسي، لكن احنا حاولنا نتطرق إلى اليوم حتى ما نترك أي جانب من جوانب التطبيقات للنمط الهندسي. سترانا أنا خلصت، إذا تحبين تفتحين الشات حتى نشوف الشباب إذا عندهم أي استفسار، ماكو أي مشكلة. تمام ست عشتيج. This session is no longer being recorded.